السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. أعلنت مأصلح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من صبيحة الغد، وقد تشكل هذه الأمطار المتساقطة فيضانات عارمة. وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولاية الجزائر العاصمة البوليدة باز، حيث تتعدى كمية الأمطار المتوقعة 50 ملم بداية من الساعة 3 من صبيحة يوم غد الأحد وإلى غاية الساعة 3 مساء يوم الاثنين. وفي نشرية ثانية حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكمية تتعدى 80 ملم بداية من الساعة 3 من صبيحة يوم غد الأحد، لتستمر إلى غاية الساعة 6 من مساء يوم الاثنين على الأقل على ولاية بومردس، تيزي وزو، بيجاية، جيجلس، كيكدة، عنابة وطرف. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من الجميع.